السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نحل أسئلة على شابتر 3. أول سؤال بحكينا the correct a back name of the following compound. The correct a back name نطول أول إشي نعرف أول إشي أو أطول سلسلة تحتوي على إما double bond أو triple bond. أطول سلسلة عندنا سلسلة الفضة هون. تاني إشي نعرف من وين نبلش ترقيم حيث إنه double bond تأخذ أقل رقم. في من هون إذا بلشنا هيك راح تكون دبل بوند عندها رقم 4، أما إذا بلشنا هيك راح تكون 3 أقل إذا بنبلش ترقيم من اليسار. ثالث إشي نحط آخر، يعني آخر إشي نحط أرقام التفرعات، عندنا 2 كلورو، 6 ميثيل، 3 هبتا، هي هبتين. فالجواب بيكون بي. حسب إنه ترانس أو سيس نعمل نفصل عن طريق من الدبل بوند، فعندنا هون نفس من دبل بوند، لأن هون المجموعة بتكون أب أو فوق يعني، وهاي تحت، إن هون هيدروجين عندنا، هون عندنا هيدروجين، فالجواب بيكون ترانس. الجواب بيكون ترانس 2 كلورو 6 مثل هبتين، هبت 3 إين أو هبتين أو 3 هبتين، يعني تقدر نفصل أو نقدر نحط الثلاثة قبليها. السؤال الثاني what is the correct ioback name for the following compound. نفس الشيء correct ioback name، بس هون عندنا سايكلو هيكس سايكلو الكين الكين. اول اشي بنميز وين الترقيم، نبلش من الدبل بوند، انه هون 1 2 3 4 5 6، فالتفرعات عندنا 1 و6. اذا بلشنا من هون ترقيم هيك يعني عكس عقارب الساعة بتكون استنى اغير رقم اللون، 1 2 3 بتكون 2 3، ومش مهم ان المجموعهم اقل، مهم ان البداية اقل، هاي 1 وهاي 2، فنبلش ترقيم زي هيك. فعنا بيكون عند رقم 1 عندنا مجموعة متر، وعند رقم عند رقم 6 إذا بلشنا هيك ترقيم تكون 1 2 3 4 5 6، وعند رقم 6 عندنا مجموعة إيثر، فالجواب بيكون 6 إيثر، 6 إيثر 1 مثل سايكلو هيكسين، 6 إيثر 1 مثل سايكلو هيكسين، الجواب A. السؤال الثالث بحكي لنا in the structure below which proton، هو أعتقد رح يكون لازم نعتبره which carbon، فأنا بحط بالبداية which carbon، إذا صار في تغيير إن شاء الله بنحكي لكم. which carbon is the most acidic، نعتبر هاي الكربون وهاي وهاي وهاي، فمين أكثر إشي acidic اللي هي عندها، شوفوا كيف الكربون تهجينها اس بي بتكون حمضية اكثر من الكربون تهجينها اس بي 2، بتكون اكثر حمضية من الكربون تهجينها اس بي 3. اذا اس بي بتكون اسيدك من اكثر من اس بي 2، نفس الوقت اس بي 2 حمضية اكثر من اس بي 3. اذا ندور على تهجين اس بي 2، هاي ايش تهجينها، قصدي ندور على تهجين اس بي، هاي ايش تهجينها اس بي، محاطة ب اشيائين، محاطة بهيدروجين، ثلاث روابط، هاي تعتبر وحدة واحدة، ان هاد مش يعني هذا قصدي انه هاي مش هيدروجين، هاي رقم، فعنا هاي اس بي تهجينها، هاي ايش تهجينها، 1 2 3 اس بي 2، هاي كربون تهجينها اس بي 3، هاي كربون كمان تهجين اس بي 3. اذا مين اقل، مين اكثر اشي حمضي، اللي هي الكربون رقم 5، اذا جواب اي. نروح السؤال رقم 4 the product x in the following reaction، هو بيكون عندنا اتش سي ال، بس عندنا هلا بتفاعل مع اتش سي ال بس بالاكسس، يعني بيكون اكثر يعني ما له حدود. اوكي فبالبداية نحل هنا، أول إشي بضيف HCl مرة واحدة، مركب واحد من يعني بس مول واحد من HCl، فعنا CH3
CH2 وكمان CH2، هاي بحط مرتين. اوكي، وعندنا C، اول اشي صح نضيف HCl مول واحد، فهي كسرنا 1 دبل بوند، يعني قصدي باي بوند. لايش نكسر باي؟ دايما مش سيجما. بنحط عند كل وحدة اشي، هاي سي اتش. هلا وين نضيف ال HCl؟ نضيف ال H عند الكربون اللي عنده اتشات اكثر، هاي الكربون عنده اتش بالبداية اصلا، فبنضيف لها كمان اتش فبصير CH2. هاي الكربونة ايش عندها؟ ما عندها اتش، فبنضيف لها Cl. اوكي، يعني هاي ضفنا Cl هون وضفنا CH2 هون، Cl ضفنا، سوري، ضفنا Cl هون، ضفنا اتش هون. هلا مش خاص من واحد بوقف، يعني فيها الخيار موجود، هذا هيو واحد بيحط بي، لا انه هو يبنى نحط اكبر كمية ممكنة من اتش سي ال، فنضيف كمان مرة اتش سي ال ممكن، عشان عندنا دبل بوند ضايل، فزائد اتش سي ال. ونفس الاشي اتش سي ال، ونفس الاشي بنحط الاتش عند السي اللي عندها اكثر من اتش وحدة، والسي ال بنضيفها على السي ال التانية، السي التانية المكونة للرابطة، بس ما نضيف ونكسر كمان الباي بوند، بنكسرها. فايش بكون الناتج الاخير؟ قسم نشوفه هون، بيكون عندنا الناتج CH3 CH2 CH2 C عليها Cl و Cl، عشان ضفنا هون Cl هون ضفنا Cl، وعندنا CH3، إذا جواب D. 4 جواب D. نروح السؤال الخامس. The product X in the following reaction is، عندنا CH3 CH double bond CH CH2 C triple bond C CH3 H2. بس هلا ال H2 المعنى في عندها ليندلرز، اللي هي صح لما نضيف H2 ما نقدر نتحكم بعدد المولات، يعني ما بدك بدي اضيف مثلا مول واحد من H2 ما بقدر، فال H2 غاز، ال H2 غاز يطلع كمية كاملة، فإذا من دون ليندلرز بنكسر كل الباي بوند، نكسر كل الباي بوند اللي هون واللي هون، يعني شوفوا هون صح انه باي تو باي بوند، وعندنا هون باي بوند، كلهم بينكسروا، فبصير كلهم رابطة واحدة سينجل بوند. أما عندنا ليندلرز فالتريبل بوند تنكسر، بس بتنكسر منها باي وحدة، بس باي واحدة، يعني بصير عندها كانت تريبل صار دبل، والدبل ما بتتغير، فايش بكو يعني كيف بكون الهيئة الجديدة؟ بتصير CH3 CH. هلا دبل بوند بضل موجودة، ما يعني ما بنكسر باي بوند CH CH2 وعندنا C، هاي بنضيف لها هيدروجين. ونكسر بس باي واحدة في السرعة دبل بوند، وسي كمان عندها بنضيف لها اتش، اخر اشي سي اتش ثري سي اتش ثري. اذا شو الجواب بيكون؟ صحيح. هلا هون لما نضيف اتش تو بنضيف على اساس انها سيس مو ترانس، فبندور على هاي، شوفوا هاي كل الخيارات صحيحة خاطئة، إلا بتقدر الواحد يفكر بين بي و A. هاي ها الدبل بوند بعدها موجودة هون، لأنه عندنا ليندرس ما بنكسر الباي بوند في الرابطة الثنائية، وتاني إيش بنفكر بسيس وترانس بنضيف في اتش تو على أساس إنها سيس، فالجواب بيكون A، إذا بي غلط، لأنه شوفوا بي ترانس.
إذا جواب 5 إيه. هلا نروح على سؤال 6. select the major product في هذا التفاعل، إيش مبدأ التفاعل؟ بالبداية بنضيف هذا المركب على البي، فبنضيف يعني صح إنه بي اتش 3، فبصير بي مرتبط بثلاثة من هذا المركب. بعدين بنضيف اتش 2 او 2 بوجود الاو اتش ماينس، فكمان بنغير فبصير عندنا بدال البي بنحط او اتش. فالجواب بي. يعني هذا حفظ طريقة، مش يعني ما فيش فيها فهم انه كانت ايه غلط، لانه ضافوا مش او اتش، ضافوا كمان كاربون غلط. هون ضافوا 2 او اتش غلط، هون ضافت دبل بوند وفي او اتش اصلا منطقيا غلط، لانه 1 2 3 4 وعندها كمان هيدروجين غلط. اذا جواب بي. The product in the following reaction is إنه هي المادة المتفاعلة فعلناها مع HCl بيطلع لنا المادة الناتجة. هون التفاعل يعني الواحد ما يفكر إنه شكل الرسم غريب، خلاص طوال يعني يحطها ويمشي على قاعدة إنه نضيف ال H على الأكثر C عنده الأتشات أكثر، ويعني نفس الفكرة نرسم المركب. دبل بوند، هون ايش دبل بوند عندنا؟ عندنا سي اعتذر عندنا سي مرتبطة ب اتش 2 هاي سي مرتبطة ب اتش، لا لانها عاملة اصلا 4 روابط، زاد اتش سي ال اتش سي ال الاتش بتروح عن سي اتش 2 هاي ترتبط بالسي، والسي ال ترتبط هون، بنفس الوقت نكسر الباي بوند، لان باي بوند هون راحت. اوكي، وبكون الناتج الجديد هون عندنا صار عندنا سي ال، هون صار عندنا كمان اتش سي ال، والاتش صارت صح سي اتش 2 صارت سي اتش 3. فوين الخيار بيشبه هذا الجواب؟ الجواب دي، يعني هون غلط، هون كمان غلط، هون غلط. الجواب دي. نروح على سؤال 8. هذا السؤال حلو. the starting material، هلا هم مش صح ده كل كان يعطونا المادة المتفاعلة بدون المادة الناتجة، هم بالعكس يعطونا المادة الناتجة بدون ايه المواد المادة المتفاعلة تفاعلت. فما تفاعل مع ال O3 اللي هو الأوزون وزد N و H plus، يعني H plus يعني حمض. فايش بنعمل هون؟ الفكرة انه يعني الواحد يشغل حس الفني انه كيف انه يعمل انه يرجع المركب زي ما كان. اوكي، كيف بدي ارجع زي ما كان؟ نربط الاو الكربون اللي عندها او مع الكربون اللي عندها او. اوكي، بس الكربونتين عندهم او نربطهم مع بعض هيك، فبصير عندنا هاي تفرع وهاي تفرع. إذا بنربط الكربون اللي عندها O مع الكربون اللي عندها O بصير عندنا كمان تفرعين، يعني مش ضروري ترسمه أو يعني هو الأفضل الواحد يرسمه، بس بضل عندنا تفرعين، والتفرعين هم واحد بروبل، هاي 1 2 3، واحد بروبل أعتذر مش بروبل إيثل، واحد ميثل. أوكي، واحد بروبل واحد إيثل، في عندنا هذا الخيار في عندنا هذا الخيار صح، بس نحاول نرسمه احنا لحالنا، نحاول نرسمه. هلا منطقيا هذا غلط، ليه؟ لانه شوف الاو والاو كان جنب بعض صح، يعني لما ربطناهم بيكون يعني لازم نضيف هون او، نضيف هون او صح، هون وحدة
طيب هاي لازم تكون مش على هاي الكربون، لازم شوف التفرع مرتبط بالسيل مرتبطة بالأو مباشرة. طيب هو مش مرتبطة بالسيل مرتبطة بالأو مباشرة، إذا مبين إن الجواب إيه، يعني فهمتوا؟ إذا كنت ترسموه ارسموه، بس الرسم راح يكون شوي راح يطول ياخذ مدة، فالواحد يفكر زي هيك إنه عندنا دبل بوند، دبل بوند مرتبطة فيها دبل بوند أو هون ودبل بوند أو هون، بنفس الوقت عندنا تفرع مثل وعندنا تفرع إيثل. تفرع المثل والإيثل موجودات على الدبل بوند أو مباشرة، إذا الجواب إيه. نروح على السؤال 9، which alkene would open an ozo analysis give the following product. من نشوف give the following product، نفس الفكرة، من نربط ال O عاملة رابطة مع ال O عاملة رابطة، وعندنا هون ايش تفرع. هلا ممكن هذا نحتاج نسميه لأنه نحتاج نرسم، لأنه بدنا يعني مو بدنا تسمع يعني بدنا الاسم تبعه، لهيك صح ربطنا ال O مع ال O. هلا نشوف كم كربون عندنا، 1 2 3 4، هاي تفرع. إذا عندنا 4 كربونات، إذا عندنا شكل رباعي. عندنا دبل بوند أكيد لأنه ألكين، صح؟ وكان لما ضفنا هون دبل بوند أو، هون ضفنا دبل بوند أو. عندنا كمان عندنا تفرع بعيد عن الكربون عنده دبل بوند أو، لما ضفنا الأوزون عندنا بعيد عنها بس كربونة واحدة، يعني بس خط واحد. وعندنا نفس الاشي بعيد عن الكربون الحامل للأوزون خطين أو كربونتين، يعني هاي كربونة هاي كربونة. ففي كفكرة انه هاي عندنا بعيد عنها واحدة، أعتذر بعيد عنها 3، صح انه بعيد عنها 1 2 مثلا، 1 2 مع الأصل، عندنا بعيد عنها 1 2 3، يعني هاي بعيد عنها 1 2 بنفس الوقت، هاي بعيد عنها 1 2 3، إذا هيك الشكل هون بيكون عند التفرع. فايش هاد بيكون اسمه؟ إنه نبلش ترقيم من جهة الأقرب للتفرع، إذا بلشنا ترقيم هيك بيكون 1 2 3 4، وإذا بلشنا هيك بيكون 1 2 3، إذا صحيح هيك 1 2 3. عندنا ايش هذا التفرع مثل، اذا 3-مثل-سايكلوبيوتين، 3-مثل-سايكلوبيوتين الجواب ايه. المشكلة انا مش قادر اشرح غير هيك، يعني ما فيش فكرة، ما اعتقد انه في طريقة علمية، يعني هي تقريبا انه كفهم كربط اشياء. السؤال 10، في ان هذا المركب من فعل مع H2O بوجود Hg+. هلا لما يكون عندنا H2O بوجود HG+2، ايش لازم يتكون عندنا؟ بالرابطة الثلاثية بتكون عندنا كيتون، فبندور هون على كيتون. عندنا هذا الخيار ما فيه كيتون، اذا غلط. هذا فيه كيتون، صح، هي كيتون دبل بوند او سي اتش، المهم هاي صح، هذا ممكن هذا غلط الديهايد، وهون فيه كيتون. هلا بضل عندنا خيار 2 3 5. هلا وضفنا H2O على رابطة ثنائية، احدهم راح تاخذ H والتاني راح تاخذ OH، اوكي. ال H بتروح عند الكربون اللي عندها يعني هيدروجين اكثر، فبتروح كربوني هون، هيدروجين هون سوري، وعندنا هون ال OH. نرسم المركب كيف راح يصير، اوكي. هاي اتش، يعني هو كل اتش 3، ماشي اتش 3 هاي سي، سي اتش 3، نكسر الدبل بوند نحط هون، صارت عندها هي ضبنا لها H2O، نحط لها OH. بنفس الاشي هون عندنا سي اتش ضفنا لها اتش، صار سي اتش 2.
وعندنا سي اتش ما تغيرت، هي ما تغيرت يعني بديش اكتبها. المهم وعندنا سي صح تريبل بوند. هلا اكتب لكم كيف الطريقة كيف بتكون. اول اشي بنكسر، شوفوا اول اشي بنضيف واحدة عليها او اتش، اوكي عادي يعني نفس الفكرة، او اتش واحدة الها اتش، الاو اتش بتروح عند الكربون الاقل عندها هيدروجين، فاحنا ضفنا بس او اتش اتش بتضل دبل بوند، هاي سي اتش صارت تو. يعني هاي الطريقة، بس هاي مش من الخطوات الحالية، يعني ما بناخد يعني ما بتنكتب، فالخطوة النهائية بس هاي للتوضيح كيف كانت سي اتش تو. بعدين بتروح تنتقل هاي الدبل بوند فوق، والاتش بتيجي هون الدبل بوند تروح هيك، والاتش بتنزل تحت، فايش بتصفي هاي بتصير صارت عندها اتش زيادة، فبصير سي اتش تري، هاي الدبل بوند طلعت فوق فبصير دبل بوند او، والرابطة الثنائي خلاص بتروح. اذا هيك بصير الجواب. وين الخيار الصحيح؟ اذا بيكون 2. يعطيكم العافية. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدنا نبلش نحل سؤال 11. بيحكي لي which alkene is most reactive toward reaction with HCl. الموست reactive يعني بدي اكتر واحد stable فيهم. كيف بدي اعرف اكتر واحد stable فيهم؟ بدنا نضيف عليه electrophile ونخليه كاربو كاتيون انترميديت، ونشوف مين اكتر واحد فيهم ستيبل، وعلى اساسه راح نقرر. فنبلش اول اشي ب A. لما انا هون بدي اضيف الكتروفول بدي اضيف H بلس، بدي اكسر الرابطة اللي هون. على حسب قاعدة ماركوف نيكوف بدي اضيف ال H اللي عندها اتشات اكتر. مين من هدول الكربونتين اللي هون عندهم اتشات اكتر؟ هاي هون عندها H اكتر، لان هون عاملة اتشتين، هون عندي بس H واحدة، فهون راح اضيف ال H، وهون راح تصير بوزيتيف. فهون هيك عملت كاربوكاتيون انترميديت. هلا هادي الكربون اللي هون عامله رابطه مع ثلاث كربونات، واحده من هون واحده من هون واحده من هون، فهاي تيرشري. بما انها تيرشري فالتيرشري هي الموست ستيبل، فجوابنا حيكون A. نتاكد من الباقيين. لو جيت انا عند B هون بدي اضيف الكتروفايل، هون ما رح يفرق انا وين اضيف الاتش لانه هون سيمتريكال، فما حتفرق عندي قاعده ماركوف نيكوف. لنفرض ضفت الاتش هون وهون صارت عندي بلس، هون انا صارت عندي بلس يعني هيك صار عندي كاربو كاتيون. هون عندي السي اللي هون رابطة مع تنتين سي، مع واحدة من هون وواحدة من هون، فهاي سكندري. السكندري least stable than التيرتشري. هون لو جينا حكينا نفس الاشي، هاي نفس مبدأ بي. لو انا جيت ضفت هون او هون ما حتفرق، لو ضفت الاتش هون وهون حطيتها بلس، فبرضه هاي هون الكربون اللي هون رابطة مع تنتين، فبرضه هاي سكندري، والسكندري less stable than tertiary. لو جيت هون، هون بدي أنا أضيف، هون رح أضيف ال H هون، والبلس رح أخليها هون، فهاي الكربون اللي هون رابطة بس مع كربون واحدة، فهاي primary، والبرايمري less stable than secondary والtertiary. لو جينا هون هاي نفس مبدأ C و B، فلو أنا ضفت هيدروجين هون أو هيدروجين هون نفس الإشي. لنفرض ضفت الهيدروجين هون وهون عندي بلس، هاي الكربون اللي هون عاملة رابطتين من هون، فهاي سكندري، فبما إنها سكندري فبرضه هي less stable than tertiary، فعشان هيك أكتر وحدة stable هي A، فبالتالي A هي الموست reactive. اوكي، بسم الله. هلا نبلش سؤال 12. Which reaction gives acetaldehyde اللي هو هاد؟ بدنا نشوف اي واحد من هدول رح يعطيني الاسيتالديهايد هاد. اول اشي عندي هاي CH3، وهون عندي C، وهون عندي C. اول اشي لما انا اضيف H2 مع ليندلرز هون رح يعطيني الكين. خلينا نخليها الكين، يعني خلينا نمشي بوحدة وحدة حسب التفاعلات. فانا هون عندي CH3، هون عندي C تريبل بوند C CH3. فلما أنا ضفت H2 كيف رح تصير؟ رح تصير ألكين، رح تصير CH3 CH دبل بوند
CH3. بعدين رح أضيف H2O. لما أنا أضيف للألكين H2O فرح يصير إيش؟ حيصير الكحول. فهون هذا مش الكحول، هذا الديهايد، فعشان هيك A غلط، من كنسل على A. نيجي عند B. B هون عندي CH3، وهون عندي C، هون عندي سي، هو اوريدي الكين. لما انا اضيف O3 يعني انا رح اخليهم يا كيتون يا الديهايد. بنشوف رح نقسم هاي من هون ونضيف عند كل وحده دبل بند O. فهون هاي ايش رح تصير؟ رح تصير سي دبل بند O، وعندها هاي السلسله اللي هون اللي هي R و H. هلا هاي السلسلة اللي هون R هي عبارة عن تنتين سي، مش زي هاي. طب نشوف القسم الثاني. القسم الثاني حتكون كيف؟ سي عليها دبل بند O، وهون من الجهتين H، فبرضه مش زي هاي، فبرضه بي رح نكنسل. نيجي عند سي. سي عندي هون سي اتش 3، وهون سي، وهون سي، وهون سي اتش 3. هلا بحكي لي بدي اضيف H2O. لما انا اضيف H2O وبعدين HGSO4، هون أول إشي رح يطلع عندي ماينر، بعدين هيطلع عندي ميجر. فأول إشي أضيف المي، حتصير إيش؟ حتعطيني الكحول اللي هي CH3 C، هون عندي OH، وهون عندي C H، هون دبل بند طبعا، وهون CH3. هلأ بعدين هاي مش ستيبل، في عندي إيش ستيبل أكتر منها. رح أكسر الرابطة اللي هون وأخليها كيتون، يعني رح أكسر هاي من هون. وكيف أخليها؟ أخليها هيك كيتون، وهون صار في عندي إتش تانية، فبرضو هاي هل هذا نفس هاد؟ برضو لا، فرح نكنسل على سي. نيجي على دي. نيجي على دي، هون عندي CH3 وهون سي تريبل بوند سي CH3. أول إشي بدي أضيف H2 لندلرز، فتعطيني إيش؟ حتعطيني الكين، رح تصير CH3 سي دبل بوند سي CH3، وهون طبعا عندي H و H. هلا بعدين بدي أضيف الـ O3. الـ O3 يعني بدي أكسر هاي الرابطة اللي هون وأضيف O، فهون رح أكسر هاي الرابطة، رح تصير CH3 C، هون عندي دبل بوند O، وهون عندي H، زائد هاي التانية حتعطيني نفس الإشي C، هون دبل بوند O CH3 وهنا H. فهذا الاشي اللي انا عم بدور عليه، هي هذا الاسيتيل الديهايد اللي انا عم بدور عليه، فجوابنا حيكون D. بسم الله. هلا نبلش سؤال 13. بحكي لي which donein has conducted double bonds. conducted double bonds ايش يعني؟ المتتابعين، يعني رح يكون في عندي سنتين دبل بوندز وبينهم واحدة بوند عادية. فهون لا، ما حتكون هيك، لانه هون عندي اكتر من بوند واحدة لحال بينهم. هون نفس الإشي فبرضو لا، وهون نفس الإشي برضو، الدبل بوند بعاد عن بعض، وهون برضو نفس الإشي بعاد. أما بي إي طلع هون في عنا دبل بوند، وهون في عنا دبل بوند، واللي فاصل بينهم هون بوند عادية، فجوابنا هو إي. يعني أنا لما أكون أدور على الكوندكتد بدي أكون أدور على دبل بوند، بعدين بوند عادية، بعدين كمان دبل بوند، فجوابنا هو إي. هلا نبلش سؤال 14. بحكي لي which of the following compounds can exhibit cis trans isomerism. يعني أنا بدي المركب أو الكومباوند اللي بين هون رح يعطيني cis trans، فعشان نعرف لازم نرسمهم واحدة واحدة. نبلش بالواحد بنتين، بنتين يعني هيك الرسمة، واحد بنتين يعني هون. فأنا لو جيت كسرت من هون عشان أعرف إذا في cis trans، فهون أنا عندي تنتين H identical، يعني الكربون اللي هون رابطة هون مع تنتين H، فما أنه عندي تنتين H على نفس الكربونة فهون عندي تنتين identical، فهذا الجواب لا. لو جينا هون على فرع B بحكي لي 3 مثل 1 بنتين، هاي برضو هاي عندي بنتين، 3 مثل يعني المثل رح تكون هون،
لو أنا جيت كسرت هاي بالنص زي هون، فبرضو الكربون اللي هون عنده تنتين H identical، فبرضو بيه غلط. أوكي، فاتنين مثل اتنين بنتين، يعني أنا هاي عندي المثل من هون. لو جيت كسرت من هون، فهون عندي برضو تنتين مثل identical على نفس الكربونة، فبرضو هذا الجواب برضو غلط. بحكي لي اتنين بنتين، لو جيت رسمت اتنين بنتين من هون، لو جيت كسرته هون بالنص، فهون عندي هاي الكربونة عليها هون مثل، عليها هون H، هاي الكربونة عليها هون إثل وعليها هون H، فكل واحدة شكل، فمعناته هي الجواب هي بتعطيني سيس ترانس. لو كان عندي بروبين، البروبين يعني زي هيك، فالبروبين لو أنا جيت قسمت من هون، برضه هون عندي تنتين H identical، فبرضه لا، فمعناته جوابنا هو دي. أوكي، بسم الله، نبلش سؤال 15. بحكي لي the alkyne gives one ketone upon hydration. أي واحد من هدول الالكاينز اللي هون رح يعطيني بس كيتون واحد لما أنا أعمل له hydration، لما أضيف له H2O. تمام، هلا أنا لما أضيف ال H2O للالكاين، أول إشي بتعطيني الكهول، بتكون مش ستيبل كتير، بعدين بتصير كيتون، بتصير مور ستيبل. فأنا بدي إنه الجواب النهائي اللي هي أي وحدة بس رح تعطيني كيتون واحد. رح نبلش فيهم واحد واحد. نبلش بالأول CH3 CH2 C triple bond C CH3. هلأ هون أنا لما أجي أول إشي أضيف المي، إيش حيعطيني؟ حيعطيني CH3 CH2 C triple bond C CH3. هلأ هون أنا بدي أضيف OH وبدي أضيف H. هلا احنا حكينا لما انا بدي اضيف ال OH وال H على حسب قاعدة ماركوف نيكوف، بضيف ال H على اللي بتكون عندها اتشات اكتر. بهاي الحالة هون ما في عندي وحدة عندها اتشات اكتر من الثانية، فانا سواء ضفت OH هون او ضفت ال OH هون ما بتفرق معي. فلنفرض انا ضفت ال H هون، ولنفرض ضفت ال OH هون، بعدين لما اجي اعمل البرودكت النهائي ايش رح تصير؟ رح تصير هون عندي one bond، وهون رح تصير عندي كيتون، وهون رح يصير في عندي تنتين H زي هيك. فهي عندي هيك الجواب واحد كيتون. هلا لو انا كنت من الاساس ضايف ال OH هون، لو كنت من الاساس ضايف ال OH هون، فلما انا اجي اعمل البرودكت النهائي، هاي ال H اللي هون رح تيجي هون، رح يصير عندي الكيتون هون، فهيك انا صار في عندي تنتين كيتون، كل مرة عم بطلع معي اسم، فأنا عندي تنين كيتون، فهاي بتعطيني تنين كيتون ما بتعطيني واحد. هاي رح تكون نفس الفكرة، ليه؟ لأنه هون هون نفس الإشي، هون ما في عندي إتشات أكتر من التانية، فهاي شرحها بالضبط حيكون زي هاي، نفس المبدأ، ما في عندي إتشات أكتر من التانية، فأنا سواء ضفت الـ OH هون أو ضفت الـ H هون ما حتفرق. فبالتالي لو صار في عندي هون كيتون أو صارت هون الكيتون، برضو ما يعني حيعطيني جوابين مختلفين، كل مرة حيعطيني كيتون شكل، فبرضو أنا هون عندي 2 كيتونز. هلا لو جيت على C CH3 CH2 C CH، هون هاي ال H اللي هون هي اللي حتفرق معي، لأنه هون هي اللي راح أحطها على حسب قاعدة ماركوف نيكوف. هلا لما أجي أنا أحكي CH3 CH2 C، هون صارت عندي double bond CH. هون لما أنا أجي بدي أضيف ال OH وال H من الأساس، هون لازم أضيف ال H هون ولازم أضيف ال OH هون، ما بفرق يعني مش لازم أغير، ليه؟ لأنه رح يفرق معي بالحل حسب ماركوف نيكوف. بما إنه رح يفرق معي بالحل، فهون لما أنا أجي أعمل رح تصير هون عندي بس بوند وحدة، هون رح تصير عندي الكيتون على هاي، ورح تصير ال H عندي على هاي. تمام، فهون ما رح تعطيني غير هذا البرودكت، لانه حددتني قاعدة ماركوف نيكوف، لانه هون عندي اتشات اكتر. اما بهاد وبهاد وبهاد ما حتفرق معي، ليش؟ لانه ما في عندي اتشات على ولا واحدة من السي، فكنت وين ما اضيف الاتش او وين ما اضيف الاو اتش ما بفرق معي، بس بهذا الفرع بفرع سي بتزبط، يعني هي الوحيدة اللي رح تفرق معي، فهو الوحيد اللي راس رح يعطيني كيتون واحد. اوكي، بسم الله. هلا سؤال 16، the alkyne gives two ketones. هلأ هون بدنا نحله بطريقة أسرع. أول إشي فرع C رح نلغيه، ليه؟ لأنه فرع C زي هاي، بما أنه أنا عندي ال H هون فأكيد رح تفرق معي هون، بس حتعطيني one product. لو جيت هون أو جيت هون على B و D، هون أنا عندي ال C ال
تريبل بوند جاي بالضبط بالنص، يعني هون عندي نفس العدد وهون عندي نفس العدد، فرح تصفي انا لو ضفت الكيتون هون او لو ضفت الكيتون هون حتعطيني نفس الاسم، وهاي نفس الاشي، فبي ودي هيك رح اتاكد انهم رح يعطوني بس ون برودكت. اما هاي عندي هون هدول مختلفين عن هدول هون، فهاي اللي ممكن تعطيني تو برودكت. فجوابنا هو ايه؟ لو جينا بدنا نفصل اكثر على بي مثلا، رح تكون هون عندي CH3 CH2، هون ما حتفرق عندي وين اضيف ال OH وين اضيف ال H، فانا رح اضيف ال OH هون وبعدين رح اضيف ال H هون، وهي هون عندي CH2 CH3. هلا بعدين بالفاينل برودكت ايش بدي اعمل؟ بدي اشيل هاي البند اللي هون واشيل هاي، فرح تصير هون عندي كيتون وهون بدي اضيف H، فهي البرودكت تبعتي. طب لو انا من الاساس غيرت، يعني انا لو من الاساس كنت حاطه، لو من الاساس كنت حاطه هاي عندي سي هون، لو من الاساس كنت حاطه الاو اتش هون والاتش هون وعندي هاي الدبل بوند، وجيت انا عشان اعمل الفاينل برودكت شلت الدبل بوند وشلت الاتش من هون حطيتها هون وحطيت الكيتون هون، هدول التنين هذا واللي قبله رح يعطوني نفس الاسم، لانه الكيتون ما فرقت معي سواء هي هون او هون، لانه انا لو قلبت المركب حيضل نفسه، فبالتسمية ما حيفرق معي، فهو بعطيني ون برودكت، وهذا اللي هون نفس الاشي. لكن لو جينا جربنا هون، انا عندي هي CH3 CH2 CH2، هون عندي C، هاي دبل بوند C CH3. هلا انا هون لو ضفت ال OH هون او ضفت H ما حتفرق معي نفس الاشي، تمام تمام. هلا لو جيت انا هون، هلا بدي اعمل الفاينل برودكت، بدي اشيل البوند من هون واشيل هاي ال H، اعملها كيتون هون واضيف ال H هون، هاي عندي واحد. هاد تسميته حتكون غير تماما لو انا عملت العكس، يعني لو انا عملت هون CH3 CH2 CH2، لو انا من الاساس عملت ال H اصلا هون وال OH عملتها على الكربون الثانية، فصارت عندي ال O او الكيتون هون، هذا اللي هون اسمه غير عن هاد، فهاد اعطاني two products. اما هاد واللي رسمته قبل وهاد واللي رح نرسمه حيكون ايش؟ حيكون نفس الاسم لهم، بس هاد اعطاني اسمين غير عن بعض، فهو الوحيد اللي بعطيني two products. اما هاد زي ما شفنا فوق هو بس حيعطيني one product. اوكي بسم الله، هلا نبلش سؤال 17. which of the following is the most stable carbocation؟ الموست ستيبل كاربو كاتيون اللي هو بده يكون ايش؟ تيرشري. لو جينا هون هاي مش تيرشري، هاي بس رابطة مع وحدة، فهاي حتكون برايمري. هاي لو جينا على هاي برضو هاي رابطة مع وحدة من هون وحدة من هون، فهاي سكندري، فهاي برايمري، هاي اللي هون سكندري. لو جينا هون هاي السي اللي هون عاملة رابطة مع كربون من هون ورابطة مع كربون من هون وعاملة رابطة مع كربون من هون، فهي تيرشري، فجوابنا حيكون هو سي لأنها هي تيرشري. هون مثلا هاي سكندري وهاي اللي هون برضو سكندري، فالتيرشري أكتر واحدة ستيبل أكتر من السكندري وأكتر من البرايمري. هون آخر سؤال عنا بحكي لي which free radical is most stable؟ الفري راديكال اللي موست ستيبل نفس المبدا، بدي اياها تكون ايش؟ بدي اياها تكون تيرشري. لو جينا هون هاي بس رابطه مع وحده، هاي برايمري. لو جينا هون هاي رابطه مع تنتين، هاي سكندري. هاي اللي هون رابطه مع ثلاثه، فهاي هي التيرشري، فهذا هو جوابنا. هاي اللي هون برضو تنتين، فهاي سكندري، فهدول التنتين سكندري وهاي برايمري، والسكندري والبرايمري less stable than التيرشري، فتيرشري هو الجواب، فجوابنا هو سي. وهيك نكون خلصنا، والتوفيق لكم جميعاً.